انا فاتني الحقيقه لما تكلمتوا عن الاخ عبد الفلاح السوداني. نعم. انا هاي تعقيبا فوق الوقت. اي فوق الوقت هذا. نعم. انا اقول انه الدكتور عبد الفلاح السوداني ظلم في وضعنا. وهو ليس فاسدا، وان كان قد يكون هنالك ملاحظات على طريقه اداء للوزاره، وانه في عهده قد لا تكون الوزاره اديرت بشكل كفوء، لكن الاخ عبد الفلاح السوداني من انزه الناس. واليوم هو يعيش حاله الفقر في لندن، وابنه يشتغل سائق تاكسي. ولو كان الكلام اللي يقيل عنه كان انعكس على حياته اليوميه. ولكن احنا في الجو الصاخب. تدري هذا كلامك راح يكون خط اول في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا أحكي ضميري. نعم. اللي أنا ما يهمني، أنا أدري راح يصير عليهم جزء ضجيج وفوضى. أكيد. وبعض الناس يعني يحبون الشتيمة والكلام السيء، لكن أنا أشهد لله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك. أنا أشهد له أنه هو ما كان. شكرا يعني جزيلا لك. شكرا موصول لكم سادة تقدر تقطع يعني ما يعجبك تنشر يعني. لا لا هذا حقك. شكرا جزيلا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة. طبعا عبد الكريم العنزي الذي يتحدث طبعا عن فلاح السوداني وزير التجارة الأسبق المتهم بصفقات فساد، اختصار شديد لعبد الفلاح السوداني أو فلاح السوداني. هو منتمي طبعا لحزب الدعوة، انتمى وعين وزير للتربية في حكومة إبراهيم الجعفري في عام 2005، بعد ذلك عين وزير للتجارة في حكومة نور المالكي في عام 2006. في عام 2009 اتهم بعقد صفقة لاستيراد 30,000 طن زيت طعام فاسد. استقال من منصبه بعد اعتقاله أثناء محاولته الهرب إلى الخارج. أفرجت عنه السلطات بكفالة 50 مليون دينار ومنعته من السفر. في عام 2012 أدين بقضايا فساد إداري ومالي بعد هروبه للخارج. أصدر القضاء بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات. وفي عام 2017 اعتقلته السلطات اللبنانية بمطار بيروت بطلب من الانتربول، وتبرأ منه حزب الدعوة الحاكم ليواجه مصيره وحيدا. إن كان الكلام هو كلام صحيح وتم اعتقاله في بيروت، كيف يخرج عبد الكريم العنزي بالقول بأنه ما زال متواجد في لندن حالة فقيرة وابنه الذي ينفق عليه طبعا؟